الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن تجولنا أيها الدارس الكريم والمشاهد في رحاب علم المعاني، وقد تحدثنا في الوحدة السابقة عن الفصل والوصل، وبينا أهميتهما في البلاغة، سنتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى عن القصر في هذه الوحدة، وهو أيضا من الأبواب المهمة في علم المعاني. نتحدث عن ركني القصر، ونتحدث أيضا عن طرقه، ونتحدث أيضا عن أقسامه بحسب الحقيقة والواقع وبحسب اعتبار حال المخاطب. ونبدأ بتعريف القصر وببيان أركانه. القصر في اللغة الحبس. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ففي الآيتين وصف لنساء الجنة، وأنهن يقصرن الطرف على أزواجهن، فلا يتعدى نظرهن إلى غيرهم. وهذا المعنى ملحوظ أيضا في المعنى الاصطلاحي. فإذا كان القصر كما جاء في النصوص القرآنية يستشف منه معنى التخصيص، فكذلك فإن هذا ملاحظ أيضا في المعنى الاصطلاحي، هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. وقد قيد البلاغيون التخصيص بأمر مخصوص ليخرجوا ما جاء من القصر بغير الطريق المخصوص، مثل أن تقول: جاء محمد وحده وأنجزت العمل منفردا، وعلي يختص بالشجاعة. فهذا وإن كان فيه معنى القصر، ولكنه ليس موضع اهتمام أهل البلاغة، ذلك لأنه لم يتم بطريق القصر أو بطريق مخصوص، وإن أفاد التخصيص. وإليك بعض الأمثلة. تقول: إنما الشاعر البحتري، فقد غصرنا الشعر على البحتري وحده، فالشعر مقصور والبحتري مقصور عليه. وتقول: ما شوقي إلا شاعر، فشوقي مقصور والشعر مقصور عليه. وتقول: الجاحظ كاتب لا شاعر، فقد غصرنا الكتابة على الجاحظ، فالجاحظ مقصور والكتابة مقصور عليها. وتقول: ما علي مسافر لكنه مقيم، فقد غصرنا الإقامة على علي. وفي القرآن الكريم: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر كله لله، فالأمر مقصور، والمقصور عليه هو الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى أن أركان القصر هي المقصور والمقصور عليه، وأن طرق القصر متعددة. الطريقة الأولى النفي والاستثناء. قال تعالى: وما محمد إلا رسول. وتقول: ما شاعر إلا العباسي. وفي هذه الطريقة يكون المقصور عليه هو ما بعد أداة الاستثناء. فالمقصور في المثال الأول وما محمد إلا رسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصور عليه كونه رسولا.
الطريقة الثانية القصر بإنما، تقول إنما الشاعر المتنبي، فالمقصور هو الشاعر والمقصور عليه هو المتنبي. وتقول أيضا إنما شوقي شاعر، فالمقصور هو الشعر والمقصور عليه هو شوقي. وفي القصر بإنما يكون المقصور عليه هو المؤخر عنها. ثالثا من طرق القصر العطف بلكن وبل ولا. العطف بلكن نحو ما خالد شجاع، ما خالد شجاع لكن علي. وفي هذا المثال نجد المقصور عليه هو ما بعد لكن وهو علي، والمقصور هو ما قبلها ما خالد، فقد غصرنا الشجاعة على علي ونفيناها عن خالد. ويشترط في العطف بلكن يشترط ثلاثة شروط: أن تسبق بنفي أو نهي، والشرط الثاني أن يكون المعطوف مفردا لا جملة، الشرط الثالث في لكن أن لا تقترن بواو العطف. وكذلك بل، تقول في العطف ببل ما علي كريم بل محمد، المقصور عليه هو ما بعد بل والمقصور هو ما قبلها. ويشترط في العطف ببل أن تسبق بنفي أو نهي وأن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة. أما العطف بلا نحو الأرض متحركة لا ثابتة، فالمقصور عليه هو مقابل ما بعدها. ويشترط في العطف بلا ثلاث شروط: أن يكون ما قبلها مثبتا، لابد أن يكون ما قبلها مثبتا لا منفيا، أن لا يليها حرف عطف، أن تعمل في المفردات لا في الجمل. الطريقة الرابعة تقديم ما حقه التأخير، وذلك مثل قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فالمقصور عليه هو الأمر والمقصور هو لفظ الجلالة، فالأمر من قبل ومن بعد مقصور على الله، فالمقصور عليه هو المقدم والمقصور هو المؤخر، وذلك في تقديم ما حقه التأخير. ومثل ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد، فالمقصور عليه هو المقدم إياك، والمقصور هو المؤخر وهو العبادة، أي إننا نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. التقديم في القصر مرده إلى الذوق وليس بطريق الوضع. تستعمل إنما للشيء الذي لا ينكره المخاطب ولا يجهله، أو حينما ينزل المخاطب هذه المنزلة، كقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، فهذا لا ينكره أحد. ومما ينزل مثل هذه المنزلة قول ابن قيس الرقيات: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، فكأنه يزعم أن ما وصف به مصعب أمر لا خلاف عليه. أما في النفي والاستئناف فيستعمل للشيء الذي يجهله المخاطب وينكره، وذلك مثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أنزلت هذه الآية في موقعة أحد عندما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فاستنكر بعض الصحابة ذلك. ويتلخص من ذلك ما يأتي: الغصر في اللغة الحبس، وفي اصطلاح البلاغيين تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، وللقصر ركنان هما المقصور والمقصور عليه. طرق القصر هي النفي والاستثناء، وإنما العطف بلكن وبل بشرط أن تسبق بنهي أو نفي وأن يكون العطف للمفردات للجمل، ويشترط في لكن
ألا تقترن بواو العطف. العطف بلا بشرط أن يكون ما قبلها مثبتا، وأن لا يليها حرف عطف، وأن تعمل في المفردات للجمل. والطريقة الرابعة هي تقديم ما حقه التأخير. ونلاحظ أن في القصر بإنما يكون المقصور عليه هو ما بعد إنما، وفي القصر بالنفي والاستثناء يكون المقصور عليه هو ما بعد إلا، المقصور عليه هو ما بعد إلا. وفي القصر بلكن وبل يكون المقصور عليه هو ما بعدهما، وفي القصر بلا يكون المقصور عليه مقابلا لما بعدها. وفي تقديم ما حقه التأخير يكون المقصور عليه هو المقدم. ننتقل بك إلى تقسيمات القصر، ونبدأ بتقسيم القصر باعتبار طرفيه وهما المقصور والمقصور عليه. ينقسم بحسب ذلك إلى قصر صفة، إلى قصر الصفة، قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. المراد بها الصفة المعنوية، سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرفا أم ظرفا إلى آخره، وليس المراد بها النعت النحوي. والمراد بالموصوف هنا المراد به كل ما قام به غيره. ونقدم لك بعض الأمثلة. المثال الأول: لا يألف العلم إلا ذكي. المثال الثاني: على الله توكلنا. المثال الثالث: إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. المثال الرابع: وما محمد إلا رسول. المثال الأول: المقصود المقصور هو العلم، والمقصور والمقصور عليه هو ذكي، ذلك كما قلنا إن المقصور عليه هو ما بعد إلا، وهو من قصر الصفة على الموصوف، وطريقته النفي والاستثناء. وفي المثال الثاني جملة القصر هي: على الله توكلنا، فالمقصور هو على الله، والمقصور هو التوكل، فالتوكل مقصور على الله، والتوكل مقصور على الله، وهو من قصر الصفة على الموصوف، وطريقته هي التقديم. وفي المثال الثالث: إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، المقصور عليه هو هبات، والمقصور هو الدنيا، فقد قصرنا الدنيا على الهبات، وهو من قصر الموصوف على الصفة، وطريقة القصر هي إنما، والمقصور عليه كما قلنا هو ما بعدها. وفي المثال الرابع: وما محمد إلا رسول، المقصور عليه هو الرسالة، والمقصور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من قصر الموصوف على الصفة، وطريقة القصر هي النفي والاستثناء. وخلاصة الأمر: إن القصر ينقسم باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف، وإلى قصر موصوف على صفة. والمراد بالصفة هنا كما أسلفنا الصفة المعنوية، مراد بها الصفة المعنوية، الموصوف هو كل ما قام به غيره، وليس المراد بالصفة الصفة النحوية. نقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع.
ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. ومن الأوفق أن نقدم لك بعض الأمثلة أيها الدارس الكريم لتتأمل في دلالتها ولتتعرف على القصر الحقيقي والقصر الإضافي. وإليك الأمثلة. المثال الأول: لا خالق إلا الله. المثال الثاني: إنما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. المثال الثالث: إنما الشاعر المتنبي. المثال الرابع: لا كاتب إلا العقاد. ففي المثال الأول لا خالق إلا الله المقصور عليه هو اسم الجلالة، والمقصور هو الخلق، فالخلق والخالق هو الله وحده. وهذا القصر حقيقي تحقيقا، ذلك لأنه في الحقيقة والواقع لا خالق إلا الله. وفي المثال الثاني: إنما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فخاتم الأنبياء هو المقصور، هو المقصور، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المقصور عليه، وهو من قصر الصفة على الموصوف. وإذا تأملنا الأمر وجدناه كذلك، إذ لا خاتم للأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالقصر هنا هو قصر حقيقي تحقيقا. تأمل في المثال الثالث وهو: إنما الشاعر المتنبي، فالمقصور عليه هو المتنبي، والمقصور هو شاعر، فنحن نزعم أن الشعر مقصور على المتنبي، وهذا الكلام غير حقيقي، إذ أن هناك شعراء غير المتنبي، فالقصر هنا حقيقي بحسب الادعاء، فهو قصر ادعائي. والأمر كذلك في المثال الرابع: فالمقصور عليه هو العقاد، والمقصور هو الكتابة، فنحن ندعي بأنه لا كاتب إلا العقاد، وندعي أن الكتابة مقصورة عليه، وهذا الأمر غير واقعي، لأن هناك كتابا كثيرين غير العقاد، ولهذا يسمى هذا القصر يسمى قصرا حقيقيا بحسب الادعاء. وتأمل هذه الأمثلة: إنما عبد الله الطيب شاعر، ما ابن سينا إلا فيلسوف. ففي المثال الأول: إنما عبد الله الطيب شاعر، المقصور هو عبد الله الطيب، والمقصور عليه هو شاعر، فقد غصرنا عبد الله الطيب على صفة واحدة وهي الشعر، ولكن عبد الله الطيب له صفات أخرى، فهو كاتب وأديب ومحاضر وعالم، فالقصر هنا غير حقيقي، والإضافة فيه إلى شيء معين. وفي المثال الثاني: ابن سينا فيلسوف، في المثال الثاني: ما ابن سينا إلا فيلسوف، فالمقصور عليه هو فيلسوف، والمقصور هو ابن سينا، ولكن ابن سينا له صفات أخرى غير الفلسفة، فهو طبيب وعالم إلى آخره، فالقصر هنا قصر إضافي، لأن التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. ويتلخص من ذلك أن القصر باعتبار الحقيقة والواقع ينقسم إلى قسمين:
قصر حقيقي، وهو ما اختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه أصلا على وجه الحقيقة أو الادعاء، وينقسم إلى قسمين: قصر حقيقي تحقيقا وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة والواقع، وقصر حقيقي ادعاء وهو ما كان التخصيص فيه بحسب المبالغة والادعاء بافتراض أن ما عدا المقصور عليه في حكم المعدوم. ثم هناك القصر الإضافي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء معين. ثم القسم الثالث: أقسام القصر باعتبار حال المخاطب. ينقسم القصر باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع: قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. تأمل الأمسية الآتية، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. ترد الآية على من يعتقدون تعدد الآلهة فتقلب اعتقادهم، وهو الله ثالث ثلاث وإنما الله إله واحد، ويسمى هذا قصر قلب، لأنه في القصر يثبت عكس ما يعتقده المخاطب: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فالحساب لله لا على غيره، فهذا قصر إفراد. وتقول: محمد حاضر لا قائد. تقول في من شك في حضور محمد، وتردد في من شك في حضور محمد، وتردد هل هو حاضر أو قائد. فالقصر هنا قد عين حال المخاطب، ونحن ندرك أن البلاغة تهتم بمراعاة مقتضى الحال، فيخاطب الناس بحسب أحوالهم، فلا بد من فهم نفسيات المخاطبين ومعرفته. تقول مثلا: إنما الناجح محمد. فهذا المثال يصلح أن يكون قصر قلب إذا كان المخاطب يعتقد أن محمدا غير ناجح، ويجوز أن يكون قصر إفراد إذا كان المخاطب يعتقد أن الناجح محمد وعلي وخالد، فأردت أن تبين له أن الناجح هو محمد وحده. ويجوز أن يكون قصر تعيين إذا كان المخاطب يشك هل الناجح محمد أم علي، فأنت ترى تنوع القصر باعتبار حال المخاطب. ويتلخص من ذلك أن القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب شركته، وقصر قلب إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته، نحو: ما مسافر إلا علي، في من اعتقد أن المسافر خالد، فقد غلبت وعكست اعتقاده. قصر تعيين إذا كان المخاطب يتردد في الحكم، تقول في من يتردد في كون الأرض متحركة أو ثابتة، تقول له: الأرض متحركة لا ثابتة. وفي الختام أستودعك الله أيها الدارس الكريم، وأدعو الله لك بالتوفيق، وأن تكون قد استفدت مما قدمنا لك من أحاديث حول علم المعاني، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.